مستعدون لطبق الليلة؟ إليكم طبق الخاص، بطاطا مسلوقة. لا. البطاطا مسلوقة باحتراف. هيا جربوها. هذا ممل جداً. لما تطهو البطاطا المسلوقة كل مرة؟ حاسة الذوق لدي متحمسة جداً. لا تقلقي، كل ما نحتاج إليه هو قليل من النار. صلصة حارة. هذا صحيح، عندما تصبح الأمور مملة عليك أن تفعل شيئاً. أو أجل، هذا ما أتحدث عنه. أضف القليل هنا. لك ذلك. دعني أتذوقها. أرى الآن كل ما هو مخفي، لقد انكشفت حقيقة الحياة. إنه لمن دواعي سروري أن أغني لكم عن الطعام المحبوب في كل العالم. البوريتو، البوريتو جيد جدا للأكل. البوريتو، البوريتو جيد جدا للأكل. تترارارا تترارارا البوريتو أطيب من اللحم. تترارارا تترارارا البوريتو أطيب من اللحم. خب صلصة مخلل جبن ضع اللحمة في الوسط. إنها شطيرة. ماذا؟ إنها شطيرة. ماذا؟ خب صلصة مخلل جبن ضع اللحمة في الوسط. إنها شطيرة. ماذا؟ إنها شطيرة. كنت في منتصف أغنيتي للبوريتو. البوريتو أفضل بكثير. هيا توقفا، سنحتاج لاختبار الطعم لاتخاذ القرار. ممل، لنغير الموضوع بسرعة. فكرة جيدة، سأعد طعام الفطور، ماذا تريدون؟ وافل.